بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة درسنا عن countable and uncountable، الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد. We will show differences between countable and uncountable nouns. درسنا اليوم عن الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد. أول شيء الأسماء التي تعد countable nouns. countable nouns يعني أسماء تعد، يعني nouns that can be counted، هي الأسماء التي نستطيع أن نقوم بعدها. نقعد بناخد بعض الأمثلة. one cucumber، one cucumber، one cucumber يعني خيارة واحدة. two cucumbers يعني خيارتين. three cucumbers ثلاث خيارات. يبقى أي شيء نستطيع أن نقوم بعده يبقى هو countable noun، وأي شيء لا نستطيع عده بيكون uncountable. طيب ننتقل بعد كده للشريحة اللي بعدها. uncountable nouns، الأسماء التي لا تعد. يعني إيه أسماء لا تعد؟ nouns that can't be counted، هي أشياء لا يمكن عدها. ناخد بعض الأمثلة. some cereal، some pasta، some meat، some juice، some milk، some water. يبقى أي شيء لا نستطيع أن نقوم بعده هيكون uncountable. some rice. طيب ناخد تدريب. عندنا بعض الأسماء. put the following nouns in the correct place: rice، ice cream، melon، fries، onion، orange، sandwich، water، milkshake، banana، apple، lemon. طيب نبدأ مع الكلمة الأولى، هنستخدم معها some، هنقول some rice. طبعا احنا بنتكلم كمان على استخدام أداة النكرة a أو an قبل الاسم، تمام؟ لو الاسم مفرد هنستخدم معاه a أو an، بنستخدم a لو الاسم بادئ بصوت ساكن، وبنستخدم an لو بادئ بصوت متحرك. طيب لو جمع أو لا يمكن عده هنستخدم معاه some. يبقى أول مثال عندنا هو some rice، بعض الأرز. an ice cream، طبعا هنا يبدأ بصوت متحرك. طيب بعدين هنروح للي بعده. melon، melon، a melon، a melon، a melon. طيب اللي بعده هنقول ايه؟ some fries، some fries، some fries. an onion، an onion، لأنه بادئ بصوت متحرك. a sandwich، a sandwich، a sandwich، لأنه مفرد فقلنا a. some water، طبعا ما ينفعش نستخدم مع water a أو an، فنقول some water. I'd like some water. milkshake، I want to drink some milkshake. طبعا milkshake لا نستطيع أن نقوم بإيه بعده. uncountable يعني. a banana، a banana، طبعا a banana يمكن عدها bananas. an apple، an apple، جمعها apples. يبقى ديت كل الأسماء ديت أسماء تعد، والأسماء الأخرى اللي هي موجودة مع صم هنا أسماء لا تعد. an orange، an orange، an orange، an orange. a lemon، a lemon، a lemon، ليمونة، جمعها lemons. orange، oranges. عندنا تدريب بسيط. علي is at the restaurant with his friends. read and choose the correct answer. عندنا ست جمل وهنبدأ يعني يكون عندنا activity، تدريب على استخدام a أو an أو some. I'd like meat and bread. meat and bread، يا ترى استخدم some أو a أو an؟ نفكر. some. I'd like some meat and bread، لأن عندنا طبعا هنا الميت، واللحم
الاسم الاول هنا عندنا لا يو ان كاونتابل فنستخدم معاه سم. وليد وليد would like to have egg. egg هنا بيضة واحدة جمعها eggs. طبعا هنا هنقول تبدأ بحرف تبدأ بصوت بصوت متحرك vowel، يبقى هنقول an egg. ندى would like rice. ندى would like rice. هنا هنقول ايه؟ هنقول a rice and rice. طبعا عندنا some لأن rice هو uncountable. أحمد would like beef burger. أحمد would like a beef burger. a beef burger لأنه جمعه عندنا الجمع هنا beef burgers. أسماء and سهى would like juice. juice العصير uncountable يبقى هو اسم لا يعد لا يمكن استخدام a أو an، هنستخدم some. my brother would like apple pie. apple pie اللي هي شطيرة التفاح. هنقول ايه؟ هنقول طبعا بتبدأ بحرف طبعا جمعها apple pies، يبقى هنا اسم يبقى ده اسم ده countable. الكاونتبل هنستخدم مع a او an ولكنه يبدأ بصوت متحرك، يبقى نبدأ هنقول an، مش ممكن نقول some لأنه طبعا هنا الاسم هنا countable. بشكركم، نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.